متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مناسبة الكريسماس العالمي قد حلت، ومغني الراب الجزائري سولكي لم يفوت الفرصة، حيث هنأ متابعي المسيحيين ورد على منتقديه بعبارة: الأئمة على انستغرام سكتون لما دبيكم. وللعلم فإن نوميديا رجل، ورغم أنها مسلمة إلا أنها شاركت جمهورها صور لها بجانب شجرة الكريسماس. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس لتصدروا كل جديد على قناتكم بيستارز.